صدقني انقهرت من كل قلبي. هي هيك حاصرتك لأنه طبعاً بتضايقك، بتضايقك بأي طريقة يا سيد. وإنت أبيكشا، شو مفكرتيني لعبة؟ ها؟ أنت بتعرفيني منيح، فهميني، أنا عندي مصلحة أثبت إني عم تكذب. أبيكشا اهدي، أنا ما فيني أتحمل ميتاي، ما بالك اتواجد معه؟ ما رح يصير شي، كذبتها رح تضل كذبة. سيد، خلينا أنا وياك نتزوج على السريع. صدقني أنا كتير بحبك، هذا هو الحل. أنت بتحبني بس كرفيقة، مو مشكلة. إذا ما كنت بتحبني عن جد مو مشكلة أبدا، رح نتزوج على السريع وبعدين ميتاي رح تروح على السجن. لك يا أبيكشا، ما في مكان للزواج بحياتي، ما بدي اتزوج أي حدا. بتذكر أنه أمي عانت كتير بعد ما تزوجت، وإيه؟ بالنسبة لميتاي فكذبتها ما رح تتحقق. أنا آسفة سيد، ما كان لازم إلك هذا الحكي، بس أنت لازم تعرف إنه هي البنت كتير ذكية، تظاهرت إنه هي عم تساعدك، بس طبعاً هي حاصرتك أنت وعيلتك. لا مو هيك، أنا بعرف إنها كذبت بالمحكمة وبس، مو هيك كانت نيتها. جدي بيوثق فيها ومستحيل يكون غلطان. أبيكشا، هي البنت بسيطة، مانا أنانية، وهي مانا ذكية. شي يوم الحقيقة بتنكشف، بس أنت غلطان بحكيك، رح يجي يوم وتعرف الحقيقة كلها. سيد هي كذبت، أنا لو مكانها ما كنت بقدر كذب هيك، وما رح يقدروا يكشفوا كذبتي. فكر يا سيد بالخيارات اللي تركت لك ياها، بدك تثبت كذبتها اللي قالتها. بصراحة هي البنت ما تركت لك أي خيار تاني أبداً. فكر شوي سيد، أختك كيرتي أو ابن عمك أو أي شخص جنبك ورفيق لإلك، هي عادة تخبر الكل إنها كانت معك بالفندق، وفوق هيك مع الأدلة معك 48 ساعة، ما معك كتير وقت. هي بتعرف إنه أنت كتير بتكره. فكر كتير منيح، بالنسبة لبنت عادية كانت عايشة بضيعة صغيرة بآخر الدنيا، هي شو فارق معها؟ قلي شي عادي يقولوا إنها راحت معك على الفندق